أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. حذيفة ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان ده أشار على عثمان بحاجة مهمة لما لقى كده إن الدنيا. أقول لكم على حاجة، بلاش أنا أقول، أخلي الأخ مالك اللي يقول عشان في الآخر أنا هقول حاجة. تفضل يا أخي مالك. شوقتينا خصوصي مع برنامجك جديد تحت العمى. أي شكرا يا أخي مالك. آمين. طيب، في الحقيقة مثل ما تفضلتي، حذيفة أشار أو نصح عثمان بن عفان بيعمل أمر جدا مهم. القصة على الشكل التالي، عندما انتشر المسلمون وتوسعوا واحتلوا بلدان مختلفة، سوريا والعراق، ووصلوا حتى حدود أرمينية، كان طبعا البعض يقرأ القرآن، والبعض لديهم أجزاء صغيرة من القرآن. فرصد في العراق حذيفة أمر خطير. رصد أن في ناس بتقرأ في قراءات مختلفة، وبديت نوع من الاقتتال بصحة القراءات، أن فلان يعتز بقراءة ابن مسعود، آخر يعتز بقراءة أبي بن كعب. فلاحظ الاختلاف في قراءة المصاحف، فذهب إلى عثمان بن عفان وحذروا من مغبة تعدد القراءات. وتقول الأخبار بأن هذا الموضوع، يعني بمعنى رفض حذيفة وتحذيره من خطر تعدد المصاحف، خلق بينه وبين ابن مسعود إشكالية، ولدرجة أن أحد المرات تلاسن وتبادلوا الشتائم، حساسية، حصل حساسية بينهم، تبادل كلام فظ، تلاسنوا مع بعضهم بعضا. وبصلت الأمور إلى قمتها في رواية تقول بأن في أرمينية، عندما وصل إلى مشارف أرمينية، وكانت جيوش قادمة من أماكن مختلفة ولديهم القراء، فكل مجموعة كانت تحب تبرز خصائصها، سواء من أين أتت، قوتها، ومن ضمن هذه الإبرازات كان الاهتمام في المصحف، يعني كل واحد من يقرأ على ابن مسعود، الآخر يقرأ على أبي بن كعب، آخر يقرأ على قراءة فلان. فصار في نوع، يعني اقتربوا من إطار التقاتل. فبتقول أخبار أن حذيفة بن اليمان ذهب إلى عثمان وقال له بالحرف: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. طيب، هلا يمكن البعض يقول وأين الإشكالية أن يكون حذيفة أو علي أو فلان وفلان من اقترح على عثمان جمع المصحف، أين الإشكالية؟ الإشكالية أني ليست إشكالية بحد ذاته، ولكن أريد أن نلفت الانتباه في هذا البرنامج إلى أن حذيفة الخلفية الثقافية الدينية لحذيفة، حذيفة أتى ليس من خلفية وثنية، حذيفة أتى من خلفية دينية هي اليهودية. فإذا المبادرة في، يعني في توحيد المصاحف، هو شخص من يهودي، من أصل يهودي، من أصل يهودي ومعتنق الديانة اليهودية. ونحن في برنامجنا، يعني القرآن دراسة وتحليل، معتنق الديانة الإسلامية، نعم، يعني كان يهوديا وصار مسلما. فنحن في برنامجنا الدراسة وتحليل عملنا حلقة خاصة عن الخلفية الثقافية الدينية لحذيفة بن اليمان، أيضا نشجع الأخوة المشاهدين على أن يشوفوها، حتى يشوفوا الشخص الخلفية الثقافية له، وكيف أن هذه الخلفية الثقافية ربما كانت الدافع لتحذيره من تعدد القراءات، بمعنى أن إدراك أهمية توحيد المصاحف أتى من شخص ليس من خلفية وثنية، ولكن أتى من شخص من خلفية كتابية يهودي. عارف يا أخي مالك، أنا كنت بقول أنا هقول لهم على حاجة. طب إيه رأيكم يا مسلمين ياللي كارهين اليهود وحاطينهم على راسكم من فوق؟ ده ايد اليهود بيضع عليكم لغايه دلوقتي. يعني المصاحف، الفكره نفسها بتاعه حذيفه ابن اليمان، لو هو ما كانش فكر لكم في الفكره دي ما كانش عثمان حرق المصاحف. يعني فكره برضو واحد يهودي هي اللي واصله لكم. وعلى فكره، هو ليه حرق المصاحف برضو عثمان بن عفان وبرضه يهودي هو اللي يحل لكم المشكلة؟ مش عيب برضه؟ شكرا أخي مالك، ونشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.